You look amazing. شكلك كتير حلو. شو هو سرك؟ قلت لها كيموثيرابي. ما كنت عارفة شو هو الكيمياوي أو شو راح يصير معي. من وقت ما سمعت بالخبر إنه صار معي كانسر بلشت على طول تفكيري راح إنه شو بدي أعمل مشان التغذية. عم طلع عليكم اليوم لأعطيكم شوية نصائح غذائية لتخففوا من خطر الإصابة بسرطان الثدي. التغذية الصحية أهم شيء لعلاج أي مرض وبالذات مرض السرطان، تعتبر عامل أساسي لمكافحة السرطان. غيرت كل طريقة أكلي، صرت طبعاً حاول أكل الخضرة والفواكه كتر منها يعني خلال نهاري، البروتينات طبعاً بطلت قدر الإمكان، بطلت أكل الحلويات والكربوهيدرات. أي حدا يمر يمكن بهذا المشوار، واحدة من الأشياء الأساسية هي الأكل، اللي حيسمع كتير حكي عنها وحيسمع كتير نصايح عنها. قسم منها حتكون فني ما بتصدق، في أشياء غريبة عجيبة وفي أشياء معقولة. قعدت أشرب كتير عصير شمندر، كنت كتير أسمع إنه بيساعد على محاربة الخلايا السرطانية. أعتقد الأساس إنه الواحد يكون متوازن بكل أكله، ما تروح للزيادة إنه تمنع حالك من أشياء ولا تأكل زيادة أشياء، بتكون متوازن. أول نصيحة كتير مهم إنه تتخلصوا من الوزن الزائد من الدهون المودعة بالبطن من خلال تغيير عاداتنا الغذائية لعادات غذائية صحية بتساهم في التخلص من الوزن الزائد. كتير مهم تعيشوا نمط حياة صحي. شو يعني؟ يعني تنظموا عاداتكم الغذائية، تنظموا وجباتكم الغذائية، تدخلوا الخضرة والفواكه بموسمها. لا تنسوا تبلشوا نهاركم يوميا بملعقة طعام زيت زيتون لأنها مفيدة جدا للتخلص من الدهون بالبطن. مهم جدا تزيدوا من نشاطكم الفيزيائي الحركي اليومي، أي رياضة بتحبوها سواء رقص، مشي، سباحة، رياضة مهمة جدا. كتير مهم تنظموا وتحافظوا على مستويات جيدة من فيتامين د بالدم، فإذا كان ناقص لازم تعالجوه بإشراف الطبيب، إذا كان ضمن الحدود الطبيعية لازم تاخذوا جرعات داعمة لتحافظوا على مستويات جيدة من فيتامين د بالدم. وآخر نصيحة بقدم لكم إياها، كتير مهم تركزوا على النوم ساعات كافية يوميا، لأنه النوم مهم جدا خاصة خلال الليل، لأنه بيساهم في تنظيم هرمونات الجسم وبالتالي بيساهم في تخفيف الخطر من إصابة بسرطان الثدي. أكتر شغلة فن قالوا لي عنها هي إنه أكل الفاكهة اللي بسموها القشطة. طبعاً جربت. من الأشياء المضحكة اللي صارت معي، أنا أول كيمياوي أخذته ما كنت عارفة شو هو الكيمياوي أو شو راح يصير معي، ما مش عارفة شو اكسبكت. بتذكر طلعت من المستشفى أنا حاسة أم أوكي ما في ولا شيء، قلت لهم في تبع برياني قريب خلينا نروح ناخذ البرياني. طبعاً دمت ندم. كنت في ريسبشن يعني حفلة شغل عمل، وجات واحدة تقول لي وقت ما كنت بعمل علاج كيماوي ما كان في شعري راس ولا كان عندي شيء، وجات تقول لي You look amazing. شكلك كتير حلو. شو هو سرك؟ فقلت لها كيموثيرابي.